معكم الاستاذ زير بلادي مقاطعه الفرنسا فئه ديال اقل من 12 سنه. فحقا تنشكروا الرئيس ديال مقاطعه مشوار القصبه اللي موفر لنا الملاعب، وبطبيعة الحال الظروف ملائمة للشغال في هذا النادي لوجستيكيا وكملاعب ومعدات رياضية. ما نتمناو الا الخير ان شاء الله لهذه الفئة هذه. وكي تنقول دائما القاعدة هي الأساس، تطوير الكرة بالنسبة للمقاطعة ديال مشوار القصبة كاين المادة الخام. بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على نبينا المرسلين. كما تشاهدون احنا الاختصاص ديالنا هو تدريب الفتيات الصغار، وتنحاولوا ما امكنهم ندمجوهم كباقي الوليدات اللي هما تيمارسوا الرياضة باش نانتيغوهم في الجروب بحالهم بحال الوليدات. فيما يخص التدريب تندربهم على الدرجه الاولى على الاساسيات ديال الرياضه، كاين لي باس لا كونديت دو بال ابري لا كورديناسيون لا موتريسيتي، باش يحاولوا ما امكن يضبطوا هذه الاساسيات ديال كره القدم ان شاء الله. وتنتمناو على اساس اللعبه تطور ما امكن بالنسبه للفتاة. بالنسبة لنا كيف قلنا السعيدة الحمد لله تدوز على احسن ما يرام. كيف عارفين هاد السنة الأولى كتكون يعني صعيبة شوية، البداية كتكون صعيبة، ولكن الحمد لله يعني تأقلمنا مع الأجواء وتنحاول نعطيو كل ما عندنا لهاد الوليدات هادو. كيف عارفين أن الوليدات ديال أقل من 9 سنوات ف تيكون العمل ديالهم تتحاول أن العمل معاهم تكون صعيب شوية، ولكن الحمد لله. السلام عليكم، اسم احمد ادريسي عفيف. احمد ادريسي عفيف، بالنسبه للاجواء هنا في مدرسه ديال الاشبال الاطلس المشور اجواء جيده، تنخدموا في ظروف زعما ملائمه، والوليدات تنحاولوا نعلمهم هذاك الشيء اللي حنا تعلمنا اساسيات كره القدم، لي كونتور باس ولا كونتويت هذا هما اللي هادشي اللي كاين. تنشكرك على البادره وشكرا. مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم. انا مدرب الحراس يونس الحوت بمدرسه اكاديميه مصور قصبه المصور. الحمد لله انا متنتواجد في المدرسه اللي هي اقدر نقول لك انت كتشوف بعينك يعني اجواء زوينه، اجواء رياضيه اخويه. الحمد لله الدور اللي هنا مزيانين، تنخدموا كلنا خدامين عائله واحده، يعني ما كانش واحد خدام هنا ولا اخر ما حبش يخدم معاه. الحمد لله هذا الشيء كنشوف انا دابا في المدرسه حاليا، كنهضر على المدرسه باقي ما نهضرش على الخدمه ديالتي. خدمه جد رائعه ونتمنى لهم مسيره موفقه والله يسر لهم. بالنسبه هنا للحراس الحمد لله كاينين دابا جوج ديال الحراس عبيد وعلي، نتمنى لهم مشوار يكون جد متعلق. الحمد لله راه غاديين وكيتسندوا والخدمه ديالتي اللي غاديه معاهم داك الشيء تنوجه لهم تلقاه فيهم. في الاول ما يمكنش يجاوب على الحركه اللي انا كيفاش تنقولها لها تيجيرها، ولكن احنا هنا باش داك الشيء اللي عندي انا نعطي لهم. بالنسبه للكاتيجوري ايدوز مؤخرا في عصبه في البطوله ديال عصبه الجنوب، فبعد الاشراف ديالي في هاد السومي اللي فات، ف كده تشوف الاستعدادات على قدم الوساق من اجل احتلال احد المراكز المؤديه اللي كيتقولوا المربع او المجموعه الاخرى اللي بغيو يديروا. تنتمناو اننا نحققوا المبتغى ديالنا. كده تشوف لقيت وليدات تقريبا تكنيكمون تخي فور مزيانين مالغي ان انا صغير، ولكن وليدات زوينين تنخدموا دابا على حساب اننا نطوروا من الامكانيات التقنيه اللي عندهم. وتنتمناو خير لان جميع الظروف مواتيه هنا في اكاديميه اطلس المشور، ظروف اللي ما كايناش في بعض الاكاديميات الاخرين. فما يمكننا الا اننا نعطيو اللي عندنا وفوق اللي ما عندنا باش اننا نكونوا عند حسن الظن ديال جميع مكونات اطلس المشور.